الو، ايوه ايوه يا صباح فندم. الخير. ايوه صباح الخير، اتفضل. صباح النور. انا اشرف زكي، نقيب المهنة التمثيليه. اهلا يا دكتور، اهلا. ازاي حضرتك؟ ايه، الله يخليك، راجل محترم. اهلا انا بيك، عايز بس اولا اشكرك واحيي قناه دي على البرنامج ده، انا بتابعه على طول، ما بستفيدش حلقه. الله يخليك يا فندم. وانا هقول لك انا بتكلم ايه. احنا اكاديميه الفنون اللي انا بشرف ان انا عميد معهد المسرح فيها تقع في حي العمرانيه، في حي بيرقصه رجل نشيط، رجل عظيم، فحقه ان احنا نحييه على الهواء، حقه تمام. ان احنا يعني نديله، شاكرين يا استاذ اشرف، نقول له شكرا باسمي وباسم كل زملائي في اكاديميه الفنون. ربنا يخليك. وبجد هو المهندس محمد موسى والاستاذ عزت القرصه اللي هو رئيس الهيئه العامه للنظافه، الحقيقه يعني انا مش مصدق ان مصر فيها ناس بالكفاءه والنشاط العظيم ده. الحمد لله. ليا اقتراح وطلب عشان ما اطولش على حضرتك. اتفضل. بطلب منه، احنا عايزين نعمل باركنج رسمي قدام الاكاديميه ان شاء الله، لان احنا في عشوائيه في الركن عندنا وفي يعني حاجات مش شغل. الحاجه الثانيه، انا عندي اقتراح عام بقى، يعني احنا في كل عماره بيبقى فيها حاجه اسمها اتحاد ملاك، هو لازم المجتمع المدني يشارك مع الناس العظيمه اللي قاعده مصر. مظبوط. انا اقتراحي دي ما نعملش للشارع مجلس اداره، مجلس اداره للشارع. مجلس اداره ده بقى مسؤول من كل عماره، واحد كده يبقى مسؤول عن اي حاجه تخص الشارع، رصف الشارع. يا ريت. اقتراح جيد، دي شجر يجمل. وبشكرك، شارك معايا. اقتراح جميل جدا. ربنا يخليك، شكرا جزيلا. انا بشكرك جدا. طبعا دكتور اشرف زكي، نقيب المهنة التمثيليه، ويعني فنان عظيم وعلى فكره ونشيط جدا. اشرف راجل محترم طبعا، تعاون معانا حقيقه يعني، وهو فعلا غيور على عمله دايما وغيور على فنه دايما. فانا بشكرك جدا دكتور اشرف، وبشكرك جدا جدا ايضا للمتابعه ووعيك ووطنيتك. شكرا جزيلا مره اخرى دكتور اشرف زكي. على فكره في حته مهمه جدا، اتفضل حضرتك. بعد اذن حضرتك، الدكتور اقترح علينا كمان ان هيعمل السور بتاع المصر، شركه المصر، بالاسلوب بتاع زمان. هو عنده التصميم وعنده كل حاجه، نظام مكتبه على السور احسن من العشوائيات. طب يعني كويس الموضوع، اكاديميه الفنون ده بقى اتفتح علشان احنا بيهم الحمد يعني لله. احنا اولا التطوير بره، الحمد لله. عايزين برضو تطوير بره، اللي هم بيطوروا الاكاديميه الحقيقه من جوه، واخدين بالهم منها كويس قوي. بصراحه متعاونه معانا رئيسه الاكاديميه وناس معانا دكتوره احلام، واحنا ان شاء الله هنساعده ونحقق له كل احلامه، اللي هو احلامه ممتازه بصراحه. اكيد. وهادفها يعني. هو في نقطه مهمه يا استاذه، في نقطه مهمه جدا انا سعيد بها النهارده والله، ان الصوره بتاع رئيس الحي، الراجل الجبروت اللي ما بينزلش من المكتب، النهارده انا شايف الناس الحمد لله في الشارع بتقول موجودين ال 24 ساعه. انا فاهمه. نقطه مهمه جدا، بس طبعا احنا يعني اكيد مش كل المواطنين هتبقى. الحاجه اللي عايزها من الدكتور اشرف، ودي هتتواصل معاه ان شاء الله، انا عندي 5 ميادين، لان الاسلوب العلمي في العمل مهم جدا. انا بتمنى ان اخواننا بتوع العماره بقى والهندسه والفكر العالي دول، انا مهندس بس هم طبعا ارقى شويه، يجوا يعملوا لنا تصميم للميادين ديت، سواء من الاناره ازاي، من الرصف ازاي، من الارصفه ازاي، عشان نعمل حاجه طليق كده ان شاء الله. دكتور اشرف، اكيد يا فندم. سمعنا طبعا. طيب يعني الحقيقة يا فندم، في طبعا شهادة كبيرة من وطنية حضرتك بخصوص تطوير الأكاديمية وتطوير السور بالطريقة دي، وفي برضو مطالب شوية كمان من حي منشأة ناصر، فعايزين برضو يعني لو في حتى أي مقترحات لتطوير باقي الأحياء، زي ما حضرتك اقترحت علينا كده اقتراحين في منتهى الروعة، عايزين لو في أي حد كمان يبعت لنا الاقتراحات دي. حاضر والله، لن ندخل، احنا كلنا بنحب البلد دي وعايزين نعمل حاجه لمصر ان شاء الله. وانا شايف يعني انا بستفيد كتير من البرنامج بتاع حضرتك. ايه، انا ببقى قاعد بشوف القاهره، بشوف الفيوم، بشوف طنطا، بشوف المحافظات، بلف. فانا الناس دي محتاجه برضو المجتمع المدني. يعني احنا ما نحط ايدينا في بعض، يعني صدقيني مصر هتبقى عظيمه. هي عظيمه. صحيح يعني. صحيح. لكن يعني واحنا كنا رواد يا دكتور اشرف، ولازم نفضل رواد طول الوقت. عندنا على فكره مواضيع كتير جدا نتكلم فيها مع سيادتك بخصوص الفن، بخصوص الثقافه ودورهم في التنميه. في يعني اكيد في انتظار حضرتك، يشرفني حضرتك تكون موجود معانا. يعني شرف ليا باذن الله يا دكتور. شكرا جزيلا ليك مره اخرى دكتور اشرف زكي، نقيب المهنه التمثيليه.